في أول أيام عيد الأضحى المبارك اجتمع هؤلاء الناس في هذه الساحة وهي ساحة معسكر جباليا الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في الاجتياح الأخير الذي استمر لأكثر من 20 يوما. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. بداية نحن يعني الحمد لله رب العالمين في معسكر جباليا رغم الألم ورغم الدمار ورغم التجويع كما كل شاهد، لكن صامدين وصابرين إن شاء الله حتكون نهاية كل هذا الصبر وكل هذه التضحيات النصر المبين، وربنا إن شاء الله يفرج علينا ويشفى صدورنا. رغم هذه الجراح إلا أننا أحيينا وبفضل الله هذا اليوم العظيم الذي منعنا فيه من كل ما هو هام لمقومات الحياة. العيد اللي فات كانت بيتنا كويس كنا فرحانين، اما العيد هذا بيتنا راح وشعور يعني مش عارف افسر كيف يعني. بالتحياتنا لارواح الشهداء، ربنا يبارك بتضحياتهم ان شاء الله، نسال الله انه ربنا يتقبلهم فوق ايد اسرانا، وربنا يجمع شملنا على محبينا اللي في الجنوب ان شاء الله. فقدنا احبابنا وفقدنا اولادنا، لكن الحمد لله احنا صامدين في هذا البلد الفضيله المقدسه، ان شاء الله يا رب تعود لنا القدس، تعود لنا كل بلادنا العربيه يا رب العالمين. احنا مع المقاومه، بنلف حوالين المقاومه، مش حنسيب المقاومه كلها، احنا معاهم والله ينصرهم. يا اخي بتاع العرب اللي نايمين عن غزه، غزه ام العزه، غزه المقاومه كلها. هذا عيد الم، عيد جرح، عيد دمار، رغم هيك صامدين وصبرين. الحمد لله انا اخوي استشهد دفنت بايدي، ما كانش حدا الهين الا رب العالمين الحمد لله، لكن رغم هيك احنا صامدين وصبرين ونحسب ان الله كل اللي بنشوفه كل اللي بنمر فيه. ياتي عيد الاضحى هذا العام في ظل اجواء خاليه من اي طقوس دينيه، فلا اضاحي ولا مظاهر لأجواء العيد، فيما يقيم هؤلاء المصلين صلاة العيد فوق ركام هذا المخيم الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. محمود العوضية، معسكر جباليا، شمال غزة، الميادين.